تمام، يعطيكم العافية جميعاً. كنا المرة الماضية كنا حكينا بإسهاب على الدرج ديستريبيوشن، كيف بصير للدواء ديستريبيوشن، وببساطة شو هو المقصود بعملية الديستريبيوشن. وبالعموم إحنا بهذا التشابتر قاعدين بنحكي على الفارماكوكيناتيك بروفايل، اللي هو تأثير الجسم على الدواء اللي أنا عم باخده، تأثير الجسم على الدواء اللي أنا عم باخده. كنا حكينا إنه لما بحكي أنا فارماكوكيناتيك أنا بقصد فيها الأبزوربشن والديستريبيوشن اللي بيصير على الدواء، ميتابوليزم، والآخر شيء الإليمينيشن. كنا حكينا عن كل عامل من الديستريبيوشن ومن الأبزوربشن بإسهاب، حكينا عنهم بتفاصيل، شو هي الخصائص أو العوامل اللي بتحدد بالديستريبيوشن، شو العوامل اللي بتأثر على الأبزوربشن، واتفقنا إنه كل واحد منهم له تأثير إمباكت واضح جداً على الأبنية، طبعاً أكيد لا يمكن إنكاره. وكنت ذكرتكم بمعلومة كنت حكيتها إنه الأبزوربشن هي عملية irreversible، يعني ما يتم امتصاصه مثلاً من جدران الأمعاء، ما بيرجع للدم. وكنت حكيت إنه عملية الديستريبيوشن هي عملية ريفيرسيبل، المقصود فيها إنه الدواء بيطلع من الدم باتجاه الأنسجة والعودة vice versa. كنت حكيت إنه الديستريبيوشن أنا المقصود فيه هو خروج الدواء من الدم باتجاه الأنسجة، وطلعت أنا وياكم بمفهومين. المفهوم الأول إنه الأدوية ممكن يكون في إلها high VD high volume of distribution، اللي هو توزع عالي، وأنا هذا اللي بدي إياه. توزع عالي يعني رقم الـ VD عالي، بيكون 50 لتر و 60 لتر وممكن يوصل لـ 100 لتر. واتفقت أنا وياكم إن هاي الأرقام راح الصوت. في صوت شباب هلأ عم تسمعوني تمام؟ أسترجع بس قبل شوي رو. أوكي. طب نبهوني بالله لأنه واضح إنه في عندي مشكلة عويصة بالإنترنت. طيب. كنت حكيت إنه الأدوية إنه إحنا منميل إنه يكون الـ VD لها رقم كبير، which mean شو يعني لما بيكون الـ volume of distribution رقم كبير، يعني الدواء غادر من الدم واستقر بالأنسجة، وأنا فعلياً بأخذ الدواء مش عشان يظل يدور بالدورة الدموية، وإنما عشان أخذ the needed pharmacological action بالtarget site اللي هو في التارجت تيشو، تمام؟ بينما لما الدواء بيكون الـ VD له رقم قليل اللي هو 4-5 بيكون فقط محصور بحجم الدم، معناه هذا الحكي إنه الدواء فقط بيكون موجود بالدم، بيضل يدلف ويدور مع الدورة الدموية، والدواء غير قادر على إنه يتوزع باتجاه الأنسجة. هذا الدواء بيكون تركيزه كتير عالي بالدم، which mean إنه معدل الإليمينيشن راح يكون معاه سريع كتير، تمام؟ فهي كلياتها عوامل متداخلة مع بعضها ومرتبطة مع بعضها. اليوم رح نبلش بثالث مرحلة أو بثالث فيز من عمليات الفارماكوكيناتيك، هي المقصود فيها ميتابوليزم. لما بحكي عملية الميتابوليزم، لما بحكي شباب عن عملية الميتابوليزم، عملية الميتابوليزم هي عمليات الأيض اللي بتصير على المواد. المقصود بعملية أيض أنا مش رح أجي أحكي عنه، إنه اللي إحنا بنعرفه أو اللي درسته أنا وياكم بالبايوكيمستري إنه الميتابوليزم أنا بقسمه لأنابوليزم وكتابوليزم، مش هذا المقصود فيه. الأنابوليزم والكتابوليزم هذا صحيح هو مفهوم لعملية الميتابوليزم، لكن هذا من ناحية بايوكيمستري point of view. اليوم لما بدنا ندرسه من ناحية فارماكولوجي، بدي أعرف إنه بعض الأدوية بتتحول لمور أكتيف وبعضها بتتحول لمور ووتر سوليبل عشان تسهل عملية طرحها أو نسهل عملية طرحها خارج الجسم، تمام؟ طيب، فphysical or chemical alternation of the drug it undergo in body that may come broken down or combine with some other chemical so that they no longer pharmacological active or less active. بحكي لي لما أنا عم بحكي عن عملية الميتابوليزم لأي دواء، هي عملية بضمن من خلالها break down، تحطيم أو تكسير هذا الدواء، أو لأنه أنا بتعامل مع الدواء على أساس أنه هو مادة كيميائية، وبالتالي لما هذا الدواء بيتكسر معناته there is no pharmacological active منه، لأنه أنا غيرت على الصيغة أو على الشكل الكيميائي اللي فيه، أو بالتالي حولت هذا الدواء للس أكتف ميتابولايت، أقل فعالية وأقل العملية الطبية.
لما بحكي على الأدوية drugs undergo transformation and altered into more water soluble product so the drug will be more easily to be excreted by kidney. بعرف أنا وياكم لما الدواء بيوصل لمرحلة الميتابوليزم في هاي الحالة هذا الدواء ببلش يحضر أو ببلش يتحضر إنه هو يصير أكتر water soluble وبالتالي بده يصير يحضر لعملية الطرح. الفكرة بعملية الميتابوليزم إنه أنا هي عملية transformation، هي عملية تحويل لهذا الدواء، بدي أحول هذا الدواء لمور ووتر سوليبل فورم. يعني شو ما كان هذا الدواء بدي أحوله لمور ووتر سوليبل فورم. كيف؟ عن طريق إضافة بعض المواد اللي بتكون موجودة بالليفر على الأغلب تنضاف لهذا الدواء حتى يتم تحويل هذا الدواء لمور ووتر سوليبل. تمام؟ وكأني بحكي إنه إضافة بعض الجزيئات اللي أوريدي بتكون موجودة بالجسم يتم إضافتها إلى هذا الدواء حتى نضمن عملية تحويل هذا الدواء لمور ووتر سوليبل فورم، أضمن عملية تحويله لمادة ذائبة أكثر بالماء. لما الدواء بترتفع ذائبيته بالماء بضمن إنه هذا الدواء تسهل عملية اليورينري إليمينيشن لإله. هذا هو اللي رح نحكي فيه إن شاء الله إن ديتيلز لقدام شوي بفيز 1 وفيز 2 ميتابوليزم. بعض الأدوية some drugs they bypass metabolism process in liver and may be detected in urine. بعض الأدوية ما بتصير لهم ما بيحتاجوا عملية metabolism بالليبر ببساطة لأنه هذا الدواء بطبيعته يعني بطبيعته وبخصائصه الكيميائية من الأساس هذا الدواء من water soluble. Yes. من الأساس physical and chemical character فيه هو أصلاً water soluble، فهو مو بحاجة إنه أنا أضيف عليه جزيئات أو molecules من الجسم عشان أحسن ذائبيته، هو واصل للmaximum level of solubility، وبالتالي هذا الدواء ما بحاجة إنه أنا أعمل له metabolism، هذا الدواء direct بيوصل للكلى عشان تبلش عليه عملية الإليمينيشن، فبالتالي سو أنا I can detect it باليورين، بقدر إني أنا أحصل من هذا الدواء لما باخد يورين سامبل. Most of metabolism carried out in liver by microsomal enzyme، ورح نتعرف إن شاء الله I have several types من enzymatic family يطلق عليهم اسم cytochrome P450 enzymes، واللي أخذ biochemistry بيعرف هدول المجموعات هي عبارة عن group family عائلة من الإنزيمات. أنا بختصرهم لما بقول cytochrome P450 هو ليس إنزيم واحد، هو عبارة عن thousands of enzymes مع بعض، كل إنزيم طبعاً متخصص بعملية الميتابوليزم لمادة محددة أو لكيميكال انتيتي معينة، لكن أنا بختصرهم للتسهيل ومنقول cytochrome P450 metabolized. Most of the metabolism حكينا معظم عمليات الميتابوليزم هاي العمليات بتصير بالليبر بواسطة مايكروزومال إنزيم. مايكروزومال إنزيم مين؟ اللي أنا عم بحكي عن سايتوكروم بي 450. ليه؟ لأنه كلياتنا بنعرف إنه الليفر هو عبارة عن العضو المسؤول عن كل عمليات الميتابوليزم ببساطة لإحتواء الليفر على أنواع مختلفة وفرايتي عالية جدا من الإنزيمات. So as the liver is the principal organ of the drug metabolism, other tissues that display considerable activity include. عندي كمان أعضاء أو عندي كمان organs آخرين برضو كمان عم بتصير فيهم عملية الميتابوليزم، لكن عمليات محدودة وعمليات صغيرة لا يمكن مقارنتها مع اللي بصير بالليفر. تمام؟ زي مين؟ زي الجاسترو-انتستينال تراكت، زي الجهاز الهضمي mainly stomach وإحنا عم نحكي عن intestine. بعض عمليات الميتابوليزم بتصير باللونج لأنه الرئة موجود فيها ميوكس وتحتوي على enzymes. برضو بتصير عمليات جزء من عمليات الميتابوليزم بالكدنيز وجزء آخر بصير بالسكن. لكن لما إحنا عم نحكي عن most predominant organ مسؤول عن عمليات الميتابوليزم mainly أنا I am targeting الهيباتوسايت أو الليبر. yes. It's useful to think about drug metabolism in two broad phases. هلا فعليا لما احنا عم نحكي عن pure pharmacological metabolism للأدوية ضروري انه احنا نحكي انه الدواء رايح يمر بعمليتين من او بمرحلتين عفوا من عمليات الميتابوليزم. المرحلة الاولى يطلق عليها اسم phase 1 metabolism او stage 1 metabolism.
تتضمن إضافة مجموعات محددة للدواء عن طريق إنزيمات محددة. هذه فيز 1. فيز 2 يطلق عليها اسم عملية الكونجوجيشن أو السوليبيلايزيشن، أيضا تتضمن إضافة مجموعات أخرى على هذا الدواء وتتضمن تحويل هذا الدواء لمور ووتر سوليبل، تحويل هذا الدواء لمادة أكثر ذائبية. تمام؟ الفكرة فيهم إنهم هم عمليتين، مش بالضرورة إنه الأدوية تمر بفيز 1 وبفيز 2، لكن بالضرورة إنه الأدوية most of them بده يمر بفيز 2 ميتابوليزم. اللي بدي أحكي إنه كل مرحلة هي مرحلة منفصلة، المرحلتين most of them على الأغلب بيصيروا بالليبر. كل مرحلة فيهم تتضمن مجموعة من المواد الكيميكال انتيتي التي يتم إضافتها لهذا الدواء، وبالتالي تحتاج إنزيمات محددة تختلف تماماً عن المواد اللي يمكن إضافتها على الفيز نمبر 2. إذا بدي أحكي بفيز نمبر 1، فيز نمبر 1 أو فيز 1 أو فيز اللي هي المرحلة الأولى من عملية الميتابوليزم. This metabolism bring about the change in drug molecule. شو هي العمليات الكيميائية اللي ممكن تصير على الدواء وتم تندرج تحت مفهوم phase 1 metabolism. إذا صار على هذا الدواء عملية oxidation، عملية أكسدة، أو إذا صارت عملية كيميائية من نوع reduction، من نوع اختزال، أو إذا صارت عملية hydrolysis، إذابة هذا الدواء بالماء، هدول الثلاث عمليات الكيميائية، هدول الثلاث عمليات الكيميائية سواء كانت عملية أكسدة، سواء كانت عملية اختزال، سواء كانت عملية هيدروليسيس، الثلاث عمليات تندرج أو تنطبق تحت مفهوم phase 1 metabolism. تمام؟ إذن كمان مرة، عملية أكسيديشن، عملية ريدوكشن، عملية هيدروليسيس، هدول الثلاث عمليات يندرجوا تحت مفهوم phase 1 metabolism. عادة often introduce a chemical active site، عادة يتم إضافة واحد من هدول المجموعات الكيميائية على مجموعة الactive site. ممكن إنه إحنا نضيف SH sulfur functional group، ممكن إنه إحنا نضيف الأمين NH2، ممكن إنه إحنا نضيف carboxylic acid COOH، وممكن إنه إحنا نضيف مجموعة الهيدروكسيل اللي هي OH. أي واحدة من هدول الأربع مجموعات الكيميائية إذا تم إضافتها على الأكتف سايت بالدواء، بحكي إنه هذا الدواء is undergoing phase 1 metabolism. تمام؟ طبعاً ضروري إنه نذكر كل مادة تضاف، في عندي إنزيم مخصص بضيف هاي المادة. Again، بضيف هاي المادة تضاف على الأكتف سايت. تمام؟ ليه؟ كل هدول المواد، سواء بحكي على الثيول أو بحكي على الأمين أو بحكي على الكربوكسيليك أسيد أو بحكي على OH، هي مواد مور بولر. لما بحكي مور بولر يعني بتزيد أو بتحسن من معدل ذائبية هاي المادة بالماء. لما بحسن من معدل ذائبية هاي المادة بالماء بتصير هاي المادة مور سوليبل، مور ووتر سوليبل، تصير more water soluble، وبالتالي بهيئ هذا الدواء كيميائيا وبشكل فيزيائي، يهيئ هذا الدواء انه هذا الدواء صار more reliable انه يبدأ ويكمل بعملية phase 2. وكأني عم بحكي اذا الدواء starting to undergone، بلش فاتت عليه او اشتغلت عليه انزيمات المسؤولة عن phase 1، ضروري جدا انه هذا الدواء يكمل second stage من phase 2 metabolism. تمام؟ رح نمر هلا in details على كل مرحلة من المراحل. رح أمر شو اللي بيصير بعملية الoxidation، شو اللي بيصير بالreduction، وشو اللي بيصير بعملية الhydrolysis. تمام؟ فإذا دكتور، نعم، بعد إذنك، هلا بما أنه الميتابوليزم إحنا هي بعد الdistribution وخلصنا من الفائدة من الدواء، نعم، هلا هاي المواد الأربعة لما نضيفها للأكتيف سايد بالدواء،
بيصير inactive ولا بيضل active؟ نعم، ممكن إنه هذا الدواء to be converted into inactive form. ما هو كل الهدف من الميتابوليزم، سواء هو شوف كل الهدف منه إنه أنا بدي أزيد معدل ذائبية هاي المادة بالماء عشان أضمن أعلى معدل طرح لهذا الدواء عن طريق urinary elimination. حتى نهاية أول الطرح. بالضبط. فكيف بتصير العملية؟ ما بيزبط مادة ما بتكون ذائبة بالمي فجأة تصير ذائبة. بتصير العملية على شكل مرحلتين، مرحلة أولية عن طريق إضافة واحدة من المواد اللي ذكرناهم، ومرحلة phase 2 metabolism عشان أضمن 100% إنه صار extensively water soluble عن طريق إضافة مجموعات أكبر من هدول بتزيد من معدل الذائبية. وصلت الفكرة؟ فلما بفوت الدواء عندي لعملية الميتابوليزم يهيئ هذا الدواء بنسبة عالية جدا منه إنه يصير more reliable to be eliminated خارج الجسم. أوكي، بس ممكن يتم طرحه وهو لسه active. طبعا طبعا طبعا، في كتير أدوية تطرح active as is، وسيفرال الانتيبيوتيك بالمناسبة أنواع كثيرة من المضادات الحيوية يتم طرحها أكتف، بالذات الأدوية الانتيبيوتيك اللي بتشتغل على اليورينري تراكت انفكشن تطرح أكتف زي ما هو الدواء فعال يطرح عن طريق اليورين. أوكي تمام؟ تمام. طيب رح نمر هلأ المور ديتيلز على كل عملية عم بتصير على المواد اللي بالجسم. حكيت أنا لما عم بحكي على فيز 1 ميتابوليزم أنا بختصره بثلاث عمليات، عملية أكسيديشن، عملية ريدكشن، وعملية هيدروليسيس. المقصود بعملية الأكسيديشن، عملية الأكسيديشن هي عملية الأكسدة. هلأ الأكسدة إلها أكثر من مفهوم، رح أمر على الثلاث مفاهيم بعدين رح أشرح اللي مكتوب عنا بالكتاب. كلمة أكسيديشن بأبسط مفهوم أو مصطلح كيميائي معروف هي زيادة عدد ذرات الأكسجين الموجودة بهذا المركب. إذا زاد عدد ذرات الأكسجين اللي موجودين هاي المادة صارت عليها عملية أكسيديشن. هذا المفهوم الأول. المفهوم الثاني لعملية الأكسيديشن تقليل عدد ذرات الهيدروجين. إذا قل عدد ذرات الهيدروجين اللي موجودين بالمركب كمان بحكي إنه هذا المركب صارت عليه عملية أكسدة. تمام؟ المفهوم الثالث هو إلكترون ترانسفير، وأنا مش كتير بدي إياه لكن رح أحكي عنه بهاي المرحلة. هي عبارة عن المادة القادرة على منح الإلكترون، لكن ما رح أستخدم هذا المصطلح حاليا. يكفيني أعرف إنه إذا زاد عدد ذرات الأكسجين أو نقص عدد ذرات الهيدروجين هدول المفهومين هم مفهوم لعملية الأكسدة. بحكي لي عملية الأكسدة ببساطة هي عملية تتضمن زيادة الأكسجين كونتنت بالمادة. زيادة الأكسجين كونتنت بالمادة كلنا بنعرف إنه الأكسجين هي مادة هايلي بولر، بالذات إذا وجدت مع أي ذرات أخرى هي مادة قطبية بشكل عالي كتير. وجود الأكسجين مع هاي المواد بيزيد من البولاريتي وبالتالي بيزيد من الووتر سوليبيليتي. تمام؟ اللي بحكي لي إياه إنه عملية الأكسدة بتصير عن طريق المايكروزومال دراج أكسيديشن. مايكروزومال هي عبارة عن إنزيمات موجودة بالهيباتوسايت يطلق عليها اسم سايتوكروم P450 إنزيم. طبعاً هو ليس إنزيم واحد، هو واحد من أهم مجموعة إنزيمات موجودة بالليبر. ولما بقول عملية أيض أنا بختصر زي ما قلت لكم من شوي، بختصر مفهوم عملية الأيض بسيتوكروم B450 إنزيم. هذا الإنزيم هو واحد من أهم الفاميليز المسؤولة عن عملية الميتابوليزم، طبعا مش فقط للأدوية، لمواد كتير بتكون موجودة بالجسم. عملية الميتابوليزم بتصير لهم عن طريق السيتوكروم B450. واحد من أهم الأمثلة على هدول المواد اللي بتصير لهم عملية الميتابوليزم بالسيتوكروم B450 هي الإيثانول أكسيديشن، الألكوهول سواء كان إيثانول سواء كان ميثانول. وإن شاء الله بفارماتو رح نحكي مور ديتيلز كيف تصير عملية الميتابوليزم للإيثانول والميثانول اللي بياخدهم أو بفوتوا على الجسم. إن كيس إنه صار في وصل للجسم أوكي. فات على الجسم إيثانول،
الجسم. شباب حدا عنده مشكلة لما فات عمل لوج ان للمحاضرة طلب منه، لأنه أنا كل شوية عم بيعطيني one participant waiting. ما دكتور أنا طلب مني باسورد. بس أنا الباسورد بعثت لكم إياها صح؟ آه طلب باسورد وفتح الباسورد. آه تمام أوكي. أنا بدون باسورد، أنا على اللينك فتح. بالضبط. غريب هذا الابليكيشن على فكرة، الابديت تبعه whatever ما في مشكلة. فكنت عم بحكي على عملية الميتابوليزم أو عملية الأكسيديشن اللي بتصير. الإيثانول يا شباب لما once بصير له عملية أكسيديشن بإنزيم سايتوكروم بي 450 عم بيتحول لمادة اسمها بالجسم أسيت ألديهايد، والناس اللي أخذت معي فارما 2 بتعرف شو هي التوكسيك إفكت من الأسيت ألديهايد اللي بالجسم. الأسيت ألديهايد هاي المادة يطلق عليها أول ناتج ميتابوليزم من ميتابوليزم أو من عمليات أيض الإيثانول. الأسيت ألديهايد هي مادة انترميديت يجب إنها تخضع لعملية أكسيديشن تانية، يعني 2-step أكسيديشن، حتى يؤدي إلى إنتاج كربون دايوكسيد CO2 ومي والأنرجي. مشان هيك أي أشخاص بياخدوا كميات من الإيثانول أو من الكحول بصير في عندهم طاقة كثير، مشان هيك إحنا منشوف الناس بتشرب إيثانول وبتنزل بالثلج في عندها طاقة. ليه؟ لأنه من عملية ميتابوليزم عملية أيض الكحول يؤدي إلى إنتاج طاقة. تمام؟ هلأ الفكرة بالموضوع إنه بصير في excess amount من المي CO2 نحكي عنه. CO2 هذا ببساطة بيخرج نتيجة الإكسهيليشن، نتيجة عملية الزفير خلال الجهاز التنفسي. المي هي عبارة عن urinary rapid urinary elimination، والطاقة هي بتعطي energy للجسم. So لما حكيت عن الإيثانول إنه مر بعملية أكسيديشن اللي هي بعملية فيز 1 ميتابوليزم، ببساطة أنا حولت الإيثانول من مادة أورجانيك لمادة إكستريملي ووتر سوليبل، والجزء الآخر منها يطرح عن طريق الجهاز التنفسي، وكأني تخلصت من جميع محتويات هاي المادة بالجسم. تمام؟ بهاي الحالة أنا سرعت بعملية الميتابوليزم اللي بتصير. إذا ما نتفرج بصيغة كيميائية على التفاعل أو المعادلة اللي حكيناها، CH3CH2OH هي عبارة عن الصيغة الكيميائية للإيثانول. الإيثانول لما بدها تصير عليه أول مرحلة من مرحلة الأكسيديشن بده يتحول لأسيت ألديهايد، هذه هي الصيغة الكيميائية من الأسيت ألديهايد. الأسيت ألديهايد بده يخضع لسكند ستيب من عمليات الأكسيديشن، بده يتحول لكربون دايوكسيد اللي هو ثاني أكسيد الكربون، بده يتحول لمي، وبده يتحول لأنرجي. تمام؟ رح نحكي إن شاء الله extensively عن هذه المادة اللي هي الأسيت ألديهايد لما إن شاء الله ناخد فارماكولوجي 2 ونحكي شو تأثيراتها السامة والسلبية mainly central nervous system، تأثيراتها على الجهاز العصبي المركزي. تمام؟ هذه أول مرحلة وهذا أول مثال على عمليات اللي بتصير بالفيز 1 هي الأكسوديشن، ومثال عليها عملية الأكسد اللي بتصير على الإيثانول. واحدة من العمليات الثانية اللي بتصير كمان بالفيز 1 ميتابوليزم هي عملية الريدوكشن، عملية الاختزال. ولما بحكي عملية الاختزال المقصود بعملية الاختزال، شباب صوتي واضح ولا مش واضح؟ يس واضح. دكتور محمد سعيد ليش مش سامع شيء؟ صوت كتير بقطع. أنا في عندي مشكلة بالإنترنت. لا بتكون من عنده المشكلة لأنه أنا سامعة كتير منيح. محمد سعيد زبط الإنترنت من عندك مش من عندي المشكلة. طيب نرجع نحكي على عملية الريدكشن. في عندي أكثر من مفهوم كمان مرة لعملية الريدكشن، وبالمناسبة التفاعلات اللي بتصير فيها عليه أو بتصير عليها عملية أكسوديشن يجب أن يرافقها سريعاً عملية ريدكشن، لأنها عمليات متممة لبعضها. تمام؟ فوين ما في مركب بصير عليه أكسوديشن ضروري جداً مركب تاني يصير عليه ريدكشن، وهذا رح نحكي فيه in more details بالأورجانيك إن شاء الله. مفهوم عملية ريدكشن شو هو المفهوم العام؟ زيادة عدد ذرات الهيدروجين. إذا زاد عدد ذرات الهيدروجين بحكي إنه هاي المادة صار عليها عملية اختزال. هذا أول مفهوم.
المفهوم الثاني إذا قل عدد ذرات الأكسجين كمان بحكي إنه هاي المادة صار عليها عملية ريدكشن، فكأني قاعدة بحكي عكس المفاهيم اللي حكيتهم بعملية الأكسيديشن. المفهوم الثالث هو عبارة عن مفهوم من الإلكترون ترانسبورت، مش كتير رح أستفيد منه أو رح أحتاجه أنا هلا، لكن لازم نحكيه. أي جزيء يكتسب إلكترونات يطلق عليه اسم عملية ريدكشن، أو يطلق عليه اسم تفاعل كيميائي من نوع ريدكشن، من نوع اختزال. أنا مين اللي بهمني هلا؟ نمبر 1 إنه المادة إذا اكتسبت أو زاد عدد ذرات الهيدروجين عندها يطلق عليها اسم ريدكشن رياكشن، وإذا المادة قل عدد ذرات الأكسجين عندها كمان بحكي إنه صارت عليها عملية ريدكشن. تمام؟ طيب نتفرج على هذا المثال. أوكي؟ لا سوري، هذا كنا حكيناه على ال على الأكسيديشن. هون إذا بدي أتفرج على هذا الألديهايد، هون ذرة الكربون عاملة رابطة ثنائية مع الأكسجين. شباب الرابطة الثنائية ببساطة بشوفها أنا بالكيمياء كأنه ذرة الكربون رابطة بذرتين من الأكسجين، يعني الرابطة الثنائية كأنه ذرة الكربونة مرتبطة بذرة أكسجين من هون وذرة أكسجين من هون. هذه المجموعة الوظيفية يطلق عليها اسم aldehyde functional group. لما بتصير عليها عملية reduction، لما بتصير عليها عملية اختزال، قبل شوي عرفت أنا وياكم المعنى أو الجملة لما حكينا يقل عدد ذرات الأكسجين أو يزيد عدد ذرات الهيدروجين. تفرجوا على هاي المجموعة اللي هون، بمجرد ما إني قللت عدد الروابط، تمام؟ كانت قل عدد روابط الأكسجين. يس، كانت دبل بوند هون، صارت عبارة عن سينجل بوند هون. هلأ شباب في هون كمان هيدروجين بتكون اكتسبتها ذرة الكربون نتيجة كسر الرابطة. الفكرة إنه مش معنى إنها مش موجودة الهيدروجين إنها هي، أو مش مكتوبة عفوا إنها مش موجودة، هي هي موجودة لكنها مو مكتوبة. لكن الفكرة فيها إنه لما قللت عدد الروابط بذرة الأكسجين في هاي الحالة أنا ضمنت إنه أنا قللت المحتوى من ذرات الأكسجين، وبالتالي أخضعت هاي المادة لعملية ريدكشن. تمام؟ العملية الثالثة اللي ممكن تصير بفيز 1 ميتابوليزم هي عملية هيدروليسيس. هيدروليسيس من كلمة هيدرو، هيدرو يعني مي، لايسيس يعني تحليل. هيدروليسيس يعني تحليل المادة عن طريق إضافة المي، عن طريق إذابة هاي المادة بالمي. تمام؟ هيدروليسيس ببساطة إني أنا بكسر المادة لما بضيف عليها few drops of water، طبعا أكيد in the presence or by the presence of hydrolyzing enzyme. واحد من أهم الإكزامبل عليها هي عبارة عن hydrolysis of esters. Esters أهم أمثلة أو أهم مثال كتير شائع على الإيستر هي عبارة عن المواد العطرية. كل المواد العطرية معظمها هي عبارة عن إيسترات. تمام؟ هذه هي الصيغة العامة للإيستر. أوكي؟ بواسطة الhydrolysis enzyme، hydrolysis هي الإنزيمات المسؤولة عن تكسير المادة بوجود الماء، هاي في عندي هنا مي. تفاعلات الhydrolysis يا شباب تتضمن كسر المركب اللي صيغته العامة بتكون مثلاً زي الإيستر، بينكسر إلى مادتين، وهدول المادتين هم عبارة عن المواد الرئيسية اللي بتكون مكونة لهذا الإيستر. يعني أصلاً من الأساس الإيستر شيلوا هاي الهيدروجينة، شيلوا هاي عفواً الـ OH اللي موجودة هون، شيلوا، أوكي؟ أو عفواً الهيدروجين، شيلوا هاي شيلوا الـ OH اللي موجودة هون، وشيلوا الهيدروجين اللي موجودة هون، وبنربط الكربون من عند الأكسجين هون، بترجع نفس الصيغة الكيميائية CR C double bond O O R prime، نفس الصيغة الكيميائية اللي موجودة. فببساطة إذا بنزع OH من هون وهيدروجين من هون، أنا بنزع جزيء مي وبشكل إيستر. فإذا شكلت الإيستر، أنا إذا برجع بضيف عليه مي مباشرة بيتكسر هذا الإيستر للمواد اللي already كانت مكونة له. في هاي الحالة أنا عم بحكي على عملية هيدروليسيس للمواد الإيسترية. تمام؟ على العموم شو ما كانت العملية، سواء كانت عملية أكسيديشن، سواء كانت عملية ريدكشن، سواء كانت عملية هيدروليسيس،
الثلاث حالات الناتج النهائي او الفكره الرئيسيه منها اللي انا بدي اياها زياده ذائبيه الماده عن طريق سواء oxidation process او reduction او hydrolysis. اللي بدي اياه اني بدي احسن من معدل ذائبيه هذه الماده. انا ما طلع دكتوره reduction. اوكي شو يعني الريدكشن؟ الريدكشن هي عملية الاختزال. الاختزال هي عملية زيادة عدد ذرات الهيدروجين أو تقليل عدد ذرات الأكسجين. المفهومين هم ينطبقان على عملية الريدكشن. تمام؟ هذا كلياته كان يندرج أو ينطبق تحت مفهوم فيز 1 ميتابوليزم. فيز 2 ميتابوليزم هي المرحلة الثانية اللي بتيجي للدواء، وهي المرحلة اللي بزيد فيها أكثر ذائبية هذا الدواء عن طريق إشي بنسميه conjugation step. conjugation هي عملية إضافة مجموعات عشان أتأكد إنه الدواء بدها تزيد معدل ذائبيته بالمرة، عشان أتأكد إنه هذا الدواء مباشرة بدي يبلش يفوت بفيز الإليمينيشن. فphase 2 metabolism في هاي العملية الميتابوليزم involve union of the drug with one of several polar water soluble endogenous molecule. union يعني اتحاد هذا الدواء مع مجموعات تانية من داخل الجسم، عشان أضمن إنه هذا الدواء بدها تزيد عليه عملية الميتابوليزم. تمام؟ شو الفكرة فيه؟ phase 1 كانت عمليات كيميائية زي oxidation reduction وما إلى ذلك. phase 2 هي ربط مواد أخرى على هذا الدواء عشان أضمن إنه هذا الدواء يتحول لmore water soluble. تمام؟ فإذن العملية تتضمن إضافة several polar water soluble endogenous molecule، مواد already موجودة بالجسم وللعلم موجودة بتراكيز عالية بالجسم، to produce a more water soluble conjugate. أصلاً العملية عملية phase 2 metabolism يطلق عليها اسم conjugation process، عملية ربط أو اتحاد الدواء مع مادة تانية. تمام؟ so الدواء بده يتحول ل more water soluble conjugate which it is readily be eliminated. مباشرة لما بيرتبط هذا الدواء مع المادة اللي هي ال conjugate system، مباشرة الدواء بصير more water soluble ويتم طرحه عن طريق urinary elimination. طيب. The compound contain functional group. شو هي المجموعات الوظيفية اللي بتكون موجودة على المجموعات اللي will be conjugated؟ ممكن تكون carboxylic acid، ممكن تكون مجموعة أمين، ممكن تكون مجموعة hydroxyl، ممكن تكون مجموعة thiol، و already هدول كلياتهم تم إضافتهم بفيز 1 ميتابوليزم. هذا بأكد على المعلومة اللي أنا حكيتها، إنه فيز 1 ببلش بهيئ الدواء إنه يصير more water soluble عن طريق إضافة واحدة من هدول المجموعات بالكيميكال رياكشن اللي حكيناهم، عشان فيز 2 بده يكمل على هاي المجموعات بإضافة مركبات أخرى عن طريق conjugation أو binding مركبات أخرى، عشان نضمن إنه تصير عملية زيادة نسبة ذائبية هاي المواد بالماء. فممكن المجموعات اللي بتزيد هي الكاربوكسيليك جروب، مجموعة الأنين، مجموعة الألكوهول، مجموعة الثيول، كلور، فلور أو البروم. من الأساس أصلاً هدول ذائبيتهم بالماء عالية كثير. فيز 2 هي عملية تتبع فيز 1. It undergo conjugation with biochemical. شو هم المواد اللي إحنا منضيفهم على المادة أو المركب الكيميائي اللي already undergo phase 1؟ أول مادة وهي المادة الأكثر شيوعاً يتم إضافتها glucuronic acid. glucuronic acid هي مادة يتم الحصول عليها بالجسم من الجلوكوز، وإحنا أجسامنا تتغذى من الأساس على الجلوكوز، وغذائنا يحتوي على كميات عالية جداً من الجلوكوز والسكريات. الجلوكوز بناخده من النشا، من الخبز، من البطاطا، من الرز، من المعكرونة. كل هدول عبارة عن روت أو هم عبارة عن مصادر للجلوكوز، فمحتوى الجلوكوز بجسمي هو محتوى عالي كتير. فإذن الجلوكوز له دور مهم جدا بعملية الفيز 2 ميتابوليزم.
ممكن المجموعات اللي عم تنضاف زي مجموعة السلفيت زي مجموعة الجلايسين، هدول التنتين احنا بناخدهم من الأحماض الأمينية اللي already احنا بناخدها من البروتينات. تمام؟ بعض المواد example على المواد اللي بتصير لها phase 2 أو بيصير لها conjugation مع glucuronic acid، باراسيتامول كلياتنا بناخد الباراسيتامول، مورفين أي ناس عم تاخد المورفين as a painkiller، هدول التنين they undergo conjugation بيرتبط معاهم glucuronic acid حتى يتم عملية الإليمينيشن لإلهم عن طريق اليورينري إليمينيشن. تمام؟ Phase 2 metabolism almost it is variability terminates biological activity. أي دواء يخضع لphase 2 metabolism هو دواء يحضر بنسبة 100% حتى تتم طرحه خارج الجسم. Usually هي عملية transformation. أنا ليش بدي أقلب الدواء؟ ببساطة خلص هذا الدواء كل الفارماكولوجيكال اكشن اللي أنا بدي إياه، وهلأ صار الوقت إنه هذا الدواء يجب أن يتم طرحه خارج الجسم. So عملية الميتابوليزم أو phase 2 metabolism بعد الجسم بيعملها عشان to decrease the activity، يقلل من فعالية هذا الدواء، يحول المادة من مادة سامة ممكن to less toxic compound لمادة أقل سمية، عشان يحول المادة من مادة active ل inactive. Sometimes to form more active compound ببعض الحالات عشان أنا أحول المادة لمور water soluble وبيكون الانتراكشن تبعها بتشو أخرى رح نحكي عنه شوي هذا بفارماتو إن شاء الله بحالات الدوبامين والمثل دوبامين. في هاي الحالة لما أنا بحول الدواء لمور active compound من الأساس أن الدواء تبعي بيكون عبارة عن prodrug. Prodrug يعني الدواء تبعي بيكون مو فعال ولا في إله أي pharmacological action، وبهاي الحالة أنا بحتاج أنه يصير له metabolism بالجسم حتى يتم تفعيل هذا الدواء. رح نشرح عن prodrug. دكتورة خليني أفصل وأرجع أبعث لكم new idea. I have less than one minute. أوكي. ممكن أسأل هذا السؤال ممكن بهذه الدقيقة بسرعة؟ يعني if we have time خليني شو رأيك I prefer إني أنا أرجع أبعث لكم new idea. تمام؟ يعطيكم العافية.